ستة أعوام وهؤلاء الطلاب يفترشون الأرض دون مقاعد دراسية يجلسون عليها بعد أن دمرت الحرب الدائرة منذ سبتمبر 2014 أثاث مدرستهم كما هو حال أغلب مدارس البلاد. أتت الحرب في اليمن على جميع مناحي الحياة لا سيما قطاع التعليم، فبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف يوجد أكثر من 2 مليون طفل خارج المدارس، بالإضافة إلى انهيار الوضع الاقتصادي وانقطاع رواتب التعليم والخسائر المباشرة في البنى التحتية، وصولاً إلى تردي جودة الأداء التعليمي. كان هناك صعوبة في توصيل المعلومة للطلاب، حيث أن يعني صقيع البلاط هذا كان يؤثر على الطلاب وعلى العملية التعليمية بشكل عام. كنا نعيش بالأرض بين البرد بالبرد كنا قاسي. لا توجد بنية تحتية، لا توجد فصول، لا توجد معامل، لا توجد حمامات، لا توجد كراسي. الطلاب كانوا يفترشون الأرض، لا يوجد كتب، المدرسين لا يجدون أقلام. مقومات العملية التعليمية كلها كانت مفقودة. ثانوية تعز الكبرى التي يدرس فيها أكثر من 3000 طالب كانت إحدى أكبر المدارس المتضررة جراء الحرب، ولأهمية المدرسة ذات التاريخ العريق بالنسبة لتعز العاصمة الثقافية للجمهورية اليمنية، سارعت مؤسسة توكل كرمان لتلبية نداء إدارة المدرسة بتوفير 1000 مقعد دراسي مزدوج سيستفيد منه 3000 طالب، حرصاً منها على مستقبل الطلاب وإيماناً بأن إعادة بناء البنية التحتية للتعليم من أولويات اللحظة الراهنة. غادرتنا الدولة وغادرتنا المنظمات العالمية وغادرتنا كذلك كل المؤسسات، لم تلتفت لهذه المدرسة، والتفتت لهذه المدرسة مؤسسة توكل كرمان ومنحت هذه المدرسة الحياة وأحيت الأمل والتعليم وأذكت كذلك روح التكاتف الاجتماعي هنا في مدينة تعز. طلابنا كلهم على الكراسي، بدل ما كان في الكرسي الواحد فيه 5 إلى 6 طلاب الآن أصبح طالبين على كرسي، حتى تحسن مستوى الطالب في المدرسة، بل نقل الصورة إلى أهله وأسرته والمجتمع أن هناك تغيير وأن هناك أفضل، وكانت فعلا الكراسي لأبنائنا الطلاب يعني نقلة نوعية، وإن شاء الله سنجني ثمارها قريبا في الاختبارات في آخر السنة. دحين طلعنا تحسن، لا عاد في ألم ظهر ولا نحس بالبرد عندما نجلس بالأرض، نستطيع أن احنا ننظر السبورة بشكل رائع ممتاز، والكتابة أصبحت بشكل أفضل. تحشد مؤسسة توكل كرمان كل إمكاناتها لدعم قطاع التعليم كجزء من رسالتها، فبالإضافة لتقديم المنح الدراسية وإعادة تأهيل المدارس المتضررة من الحرب وتأهيل القيادات الشابة، تنفذ المؤسسة العديد من البرامج التنموية التي تهدف للوصول إلى استقرار وسلام دائم لليمن.